بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذه محاضرة في الصحافة، وكنا تكلمنا قبل ذلك عن الخبر وكتابة الخبر وكيف يكتب الخبر بأكثر من طريقة، وقلنا أن عموما كل الأخبار تتكون من عنوان ومن بعده المقدمة أو التمهيد. طب احنا ليه بنقول مقدمة ونقول تمهيد؟ التمهيد بيكون مدخل، والمقدمة قد تكون فيها كل النتائج زي ما احنا تكلمنا عن الهرم المقلوب، فعندئذ بتتحول هي كأنها إلى هي الجسم الأساسي، رغم أنها هي المقدمة لكننا ذكرنا فيها كل ما يرغب الشخص في المعرفة عن ذلك الخبر. ثم من بعد ذلك سنأتي إلى الخاتمة. يعني إذا الجسم هنا بيتحول أحيانا هو إلى المقدمة، أو إذا كنا في طريقة الهرم المتدرج سيكون هناك مقدمة كالمعتاد، ثم الجسم بقى وهو أهم ما في الخبر، ثم أخيرا الخاتمة وهي نهاية هذا الخبر. إحنا قلنا إن الموضوع كله حقائق أو وقائع تمت للخبر، ونحن نسوقها بإجاباتها التي يحتاجها الإنسان أو يحتاجها المتابع، بحيث نؤدي هذه الخدمة كما ينبغي. فإما أن نسوقها بطريقة الهرم المقلوب إذا كانت في الأخبار المعتادة، بحيث الخبر نفسه يؤدي في نهاية صياغته إلى أن يعرف الشخص ما تم بشكل واضح ومختصر. نقول يكون ذلك بحيث نجيب على الأسئلة الإعلامية المعتادة: ماذا حدث؟ وأين حدث؟ ومن قام به؟ ومتى حدث؟ وكيف حدث؟ أو يضاف إليها السؤال السادس وهو: لماذا حدث؟ وقلنا أن طريقة الكتابة هنا إذا أردنا أن نأتي بطريقة الهرم المقلوب سنأتي بكل هذه الإجابات في بداية الموضوع، وإذا كنا سنأتي بطريقة الهرم المتدرج سنأتي بالبدايات، ثم أثناء استعراضنا لما حدث سنجيب على هذه الأسئلة بشكل أو بآخر، بحيث لا ينتهي الصياغة التي ذكرناها إلا وقد أتينا على هذه الإجابات. قد يكون الموضوع يحتاج إلى شيء من التوسع، وإحنا قلنا إن ممكن من تكون فيها أكثر من من، أكثر من إجابة على من، أكثر من إجابة على كيف، وأكثر من إجابة على متى، لأن الخبر قد يكون مركبا فله أكثر من طرف تنازعوا الأداء في هذا الخبر. فهنا أيضا إجابات كل هذه الأسئلة حتى ولو مركبة، الخلاصة أننا سننتهي من صياغة الخبر أو التقرير بإنهائنا على هذه الفكرة حتى نهايته. قد يحتاج الموضوع بالإضافة للإجابات على هذه الأسئلة التعريج أحيانا على شيء من الاقتباسات، شيء من الحقائق الأخرى المرتبطة. هناك ارتباطات بلا شك، هناك ربما توقعات مستقبلية، هذه إلى حد كبير قريبة إلى التقارير أو حتى التحقيقات. يعني إذا تكلمنا عن الخبر هو إجابة هذه الأسئلة، فإذا عرجنا قليلا قليلا تذكيرا مثلا بأن عمل متدرج، عمل مثلا تنافسي، مثلا لو قلنا تنافس بين فريقين، نقول أن هذين الفريقان مثلا تنافسان على المستوى الأول، إذن كان وقد كان خاض تجارب قبل ذلك أو خاض مباريات قبل ذلك بتاريخ كذا وكذا وكذا. هذه ليست ضرورية أن تذكر، وإن كانت هي من المكملات من المعلومات التي تعطي فكرة أقوى وأوفى عن الحدث. دولة حصل بينها وبين دولة أخرى أي شيء من الخلاف أو الشقاق أو شيء من هذا، فنحن نذكر النتيجة الحالية
لكن تعريجنا ببساطة على شيء ما، تصريحات أو حشود أو أي شيء من ذلك، تعريج بسيط، إذن فما زلنا في سياق الخبر. لو كان التعريج يعني كبيرا بحيث شيء من التحليل وشيء من المقارنات وأشياء بهذا القبيل، فإذا انتقلنا من الخبر ربما إلى التقرير، وقد يكون إذا زدنا يكون هنا تحقيقا. إذا الموضوع المادة واحدة، مادة هذه الأعمال المتعلقة بالخبر واحدة، إما نتوسع فيها فتصير تقارير أو تصير تحقيقات، وإما أن نضيقها بأكثر طريقة ممكنة فنكتفي بالإجابات على الأسئلة الخمسة أو الستة، وقد نعرج قليلا على بعض المعلومات. إذا عرجنا كثيرا أصبح تقريرا ولا بأس، وهكذا. بل أحيانا هناك حالة وسط بين التقرير وبين الخبر، وهو شرح الخبر أو تعليق على الخبر، تعليق على الخبر بتذكير بأخبار أخرى، وهذه إلى حد كبير مرتبطة بفكرة أننا نعرج على ما يحتاجه المشاهد أو القارئ عن معلومات تجعله يفهم هذا الخبر في سياقه الطبيعي والصحيح. فإذا كل هذا الخلاصة منه أن يفهم الشخص الذي يتابع أننا نفهمه الخبر بشكل صحيح ووفقا للمعايير الإعلامية الصحيحة. ننتقل هنا إلى موضوع آخر يعني مرتبط بهذه الفكرة. إحنا صغنا وقلنا الخبر يجب أن يصاغ بصيغة مختصرة وصيغة واضحة بعيدة عن أي غموض، بعيدة عن أي لبس، بعيدة عن أي إطالة. طيب هل في وسط ذلك يمكننا أن نلتقط مهارة ننميها بأنفسنا حتى يعني نكون صحفيين جيدين، نكون صحفيين جيدين بأن يكون خبرنا جذابا؟ احنا عارفين ان الجاذبية في اللغة في الغالب بترتبط بالأساليب الأدبية والأساليب التي فيها اطناب، فيها جناس، فيها يعني المعتاد في استخدامات اللغة. لكن ما ذكرنا من الحديث عن الأخبار كانت أحداث أو يعني قواعد صارمة لا تلتفت بفكرة الجاذبية في الخبر. طيب كيف يمكننا إذن أن نلتقط شيئا ما يكون حل وسط بين كوننا صارمون من ناحية الأداء وبين كوننا نرغب في أن يكون هذا الخبر فيه شيء ما من الجذب؟ كلمة الجذب هنا هو مربط الفرس في الأمر. ماذا نقصد بالجاذبية؟ إذا كنا نقصد الجاذبية اللفظية فقد ربما لا تتسنى كثيرا في حديثنا من خلال الخبر، لكن المقصد الجاذبية التي تجعل الشخص يهتم بهذا الخبر بغض النظر عن أننا صغناه بشكل رشيق. طبعا عندما نحرص على الرشاقة في استخدام الألفاظ، عندما نحرص على جزالة الألفاظ المستخدمة الواضحة، طبعا هي واضحة لكنها مستخدمة، مفهوم؟ لما نقول مثلا يعني بذل جهد كبير، هذا أسلوب، بذل جهدا كبيرا في كذا مثلا، مفهوم؟ وقد نقولها بشكل تعب كثيرا مثلا، هذه تؤدي، لكن يعني بلغ يعني أو بذل جهدا يكاد يصل به إلى نهايته مثلا، هذه تصلح لكن ليست في الخبر، تصلح في التقارير باعتبار التقرير عنده جزء شوية من أداء الرأي. المهم خلونا نأخذ شيئا من الملاحظات هنا حول كيف يكون الخبر جذاب. أول شيء يزداد انتباه الجمهور للأخبار القريبة منه، دي حقيقة فعلا. كل ما شعر الإنسان أنه بحاجة إلى معرفة هذه المعلومة فهو بالنسبة له شيء جذاب.
مثلا درجات الحرارة، شوف الشيء البسيط جدا لكنه فعلا مؤثر جدا، درجات حرارة الجو، أو خاصة لو هناك شيء من التقلبات في هذا الموضوع، فهو في ذاته حقق هذا الخبر جاذبية باعتبار أنه جذب انتباه الجمهور لمتابعة هذا الخبر، وهذا بالنسبة لنا نجاح، أننا نذكر شيئا يسبب في نجاح الخبر. طيب خبر مثلا زيادات معينة في الرواتب، خبر تغييرات في قوانين معينة مباشرة مثلا بالنسبة للعاملين، بالنسبة لمقيمين في بلد مثلا مغتربين، بالنسبة لمثلا مواضيع معينة باعتبارات سنية له حق أو يمنع من حق، أشياء زي كده، المعاشات أو الزيادات أو حتى القصور أو الضرائب أو أي شيء مما يؤدي إلى أثر مباشر في حياة ذلك الشخص هو لابد أن يهتم به، فهذا جزء أيضا من الجاذبية الخبر. الله، طب ما إحنا بنبحث عن مزيد من الأخبار حتى نغطي صفحاتنا، إحنا عندنا صفحات، عندنا موقع مثلا نتكلم فيه، عندنا نشرة أخبار، لن تكتفي بخبر أو بخبرين، نعم نعم، لكن أنا عندما نرتب الأولويات نحن نختار أكثر الأخبار خصوصية أو يهتم بها عموم الناس. إذا كان الأمر متعلقا مثلا بأشياء خاصة بمجموعة من الناس أيضا ستكون جذابة لهم لكن ليست جذابة للباقي، وهكذا. إذن فكرة الأخبار التي تشبع حاجة لدى الإنسان أو التي تجعله يشعر بمثلا الأمان أو حتى يشعر بفقدان الأمان، أي شيء أنت تذكره له متعلق بذاته الشخصية، بأسرته، بالمجتمع القريب منه، هو بالنسبة له سيكون عامل انتباه وفكرة للجذب. أكيد إحنا نسعى دائما أن نأتي للناس بما يحبونه، لكن ليس يعني على كل ما يتمناه المرء يدركه، ونحن في نهاية الأمر نتعامل مع الحقائق والمعلومات ولا نعيش الناس في أوهام. يعني مرات كثيرة يستخدم الإعلام كمخدرات للشعوب، وهذه مشكلة. أنت عندما تبحث عن المعلومات ابحث عن الحقائق، لا تبحث عن المسكنات ولا الملهيات ولا الأشياء التي تجعل الناس تنجذب لك لكنها كاذبة. كم من انتصارات اكتشفنا لاحقا أنها كانت وهمية، دعاءات أن الأعداء سقط منهم كذا وكذا وأنهم على وشك الاستسلام وأنهم حدث كذا، وهذا لا يحدث. عندما يسوق بعض الحكام أنهم أتوا بالرخاء وأن هذا العام عام الرخاء، وأنه انت اصبروا علي سنتين بس، واصبروا علي سنة بس، واصبروا علي 6 شهور بس، ودون أي يعني تعامل مع الحقائق، مجرد مسكنات. فأنا عندما أغطي مثلا مثل هذا الخبر أن فلان يقول اصبروا علي سنتين، ممكن أشغل له تايمر، أقول بقي من السنتين 6 أشهر مثلا. قد يكون، قد تأتيها، وهنا اللعب يكون في الغالب من خلال التقارير لأن الخبر فيه صرامة شوية، لكن لا يمنع تقول أن في أثناء الخبر وللمرة الثانية مثلا يعد الرئيس بتحسن الأحوال في خلال 6 أشهر، هذه ما فيهاش مشكلة أنك تذكرها لأن أنت ذكرت معلومات، ما ذكرتش رأيه هنا، فقط ذكرت أنه هو قالها مرتين، وهذا أنت كأنك قدرت تعمل شيء من التحريك للجمهور بإدراك أن ما يتكلم فيه شيء مشكوك فيه. أنت زئت في هنا في الخبر، في صياغة الخبر، بشيء ما كان مفيدا بالنسبة للناس إذا كان هذه المعلومة غائبة عنهم، أو تذكيرا للناس بما هو من حقوقهم أو من تلاعب مثلا الحكام بهم أو شيء من هذا. نفس الشيء يكرر مع وزراء، يكرر مع تصريحات أشخاص إلى غير ذلك. طيب إذن الخبر يكون جذابا عندما يكون قريبا من الناس، عندما يكون يشبع حاجتهم إلى أي شيء، حاجة إلى الأمان، شيء واحد يعني يقال له مثلا وهو في منطقة فيها حرب أن هناك اتفاق مثلا لوقف إطلاق النار،
ويكون كلام ده حقيقي زي ما قلنا، فهو بالنسبة له شيء جذاب، كأنك تلقي له ب يعني ايش بطوق نجاح حتى يلتقطه فينجو. مثلا شخص مطارد بسبب معين، الأشخاص مثلا لاجئين في دولة معينة فتأتي لهم بحقائق بوعود بشيء صحيح أنه سيتم حل مشكلتهم، فهو بالنسبة له شعور بالأمان، شعور بشيء قريب من نفسه. شيء ما تعرفون أن حاجات الناس تنقسم إلى نوعين، حاجات أساسية وحاجات ثانوية. الحاجات الأساسية الطعام والشراب والشيء من الصحة الأساسية وهكذا، يعني الأمان هذه، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه الحاجات الأساسية للإنسان، وطبعا أكيد في منها طبعا فكرة النفس، فكرة الصحة العامة اللي هي تجعله يستطيع الحياة بشكل مقبول. هذه الحاجات الأساسية. الحاجات الثانوية بعد ذلك أشياء أخرى، مثلا حاجة إلى الزواج، يعني هي طبعا يقرب إلى أنها تكون أول حاجة من الحاجات الأولى، لأن الحاجات الأولى لا يستغنى عنها على الإطلاق. الطعام لا يستغنى عنه أبدا، الشراب لا يستغنى عنه أبدا، لكن الزواج قد يستغنى عنه، قد، لكنه يبقى من الحاجات الكبرى للأشياء الثانوية. الحاجة إلى التقدير مثلا، هذا شيء من الحاجات الثانوية لكنها مهمة، هي بالنسبة للإنسان شيء مهم. فأنت عندما تصوغ أيضا أخبارك أو حتى عملك الإعلامي، يجب أن يكون استشعارك من خلال هذه الإدراكات بهذه الأشياء ستؤثر على الإنسان بحياته بشكل أساسي، حاجة أساسية ولا بحاجة أخرى ثانوية. بكل الأحوال كل شيء من هذا له مطلب عند الإنسان، لكن بلا شك لما تكلمه عن أحداث متعلقة بأمر حياته الأساسية، هو بالنسبة له سيكون مقدما على أي شيء آخر مقارن إذا قارناه بهذا. يعني حاجته إلى التقدير يعني إيه سيلغي لفت، يعني لا يلفت النظر إليها أبدا ما دام حاجته إلى الأمان مفقودة. ولذلك تجد مثلا ببساطة شديدة في المهاجرين هذا يحدث تماما. الشخص المهاجر أقصى شيء بالنسبة له يحلم به أن يعني يأوي إلى مكان آمن يجد فيه طعاما وشرابا دون إزعاج، يعني يزعج له هذه الأساسيات. طيب هو خلاص استقر وجلس ووجد مكانا مأوى، سيبدأ بشكل تلقائي أن يبحث عن الحاجات الأخرى الثانوية، سيبحث عن تكوين أسرة، سيبحث عن بعد ذلك حاجة الاجتماعية والإيش والصداقات والتقدير والحب وكل هذه الإيش الحاجات الأخرى التي ستبنى على الحاجات الأساسية بالنسبة له. إذن أنت حتى يكون خبرك جذابا استخدم ألفاظ جيدة ومعبرة، لكن لا تخرج عن الأطر التي ذكرناها، وهي أن يكون مختصرا، أن يكون واضحا، ألا يعني إيش يكون فيه مبالغة سواء في أفعال التفضيل أو في أي شيء آخر زي ما ذكرنا وجمع الجموع وما يشبه هذا نستغنى عنه ونكتفي ب لا أقول الصرامة المتعلقة بالمعلومة، ولكن أقول بوضوح خطوط الكلام بحيث لا يحتمل تأويلا. إذن خلينا نحط هذه القاعدة، قاعدة أن كلامك لا يحتمل تأويلا، هو واضح، واضح محدد المعالم، ليس فيه أي شيء من اللبس. بذلك أنت قد صوت الإيش الخبر بشكل صحيح. عندما تضيف إليه هذه اللمسات، حسن اختيار الكلمات المعبرة عن نفس الموضوع بشكل صحيح، عندما تضيف إليه أيضا الأفكار من ناحية الموضوع نفسه، هو موضوع جذاب في ذاته لأنه
يتعلق بالأشياء المتعلقة إما بالحاجات الأساسية أو الحاجات السنوية، هنا سيكون الخبر جذابا بشكل واضح. يزداد إدراك الجمهور وتذكر الجمهور للخبر عندما تستمر تغطيته لأيام متتابعة، وهذه في غاية الأهمية في العمل الإعلامي، وبل نقول في العمل الاتصالي ككل. يعني إذن إحنا ماذا نقصد بالعمل الإعلامي والعمل الاتصالي؟ نحن وإن كان ده تخصص طبعا إخواننا يتكلمون معكم فيه بشكل تفصيلي، لكن تعرفون أن الأمور كلها متداخلة. الإعلام هو جزء من أب، هو ابن لأب اسمه الاتصال. هذا الأب له أبناء أهمهم هو الإعلام، لكن عنده أشياء أخرى، عنده أبناء آخرين، عنده مثلا الإعلان، هذا اتصال. أنا ما أقدرش أقول على الإعلان إعلام، لأن الإعلام رسالة موضوعية علنية منضبطة بضوابط معينة لا يمكن المجاملة فيها، هي موضوعية وهي غير ربحية، لا يتربح من الرسالة الإعلامية. لكن الإعلان لا، هو معمول أصلا بقصد التربح. وهنا الإعلان يستفيد كثيرا، بل أساس حياة الإعلان هي هذه النظرية، نظرية التكرار. التكرار هو أساس الإعلان. هل رأيت مرة أن إعلانا بث لمرة واحدة فقط؟ لابد أن يبث كثيرا حتى يحدث التأثير. وهنا نستخدم نفس النظرية، لكن بإيش؟ بشيء من الحذق والقدرة على التعامل مع الموضوع. أنا مش معقولة هطلع في نفس نشرة الأخبار وكرر نفس الموضوع كل يوم، مش هينفع. لكن أنا ممكن هو يقبل نفس الموضوع يتكرر في عدة نشرات للأخبار في نفس اليوم، لكن ماذا يعني ما الذي يجعلني إذن أستطيع تكرار الرسالة كلما استحدث فيها شديد وكانت هي في ذاتها لها أهمية خاصة عند الناس؟ هنا سيكون التكرار للرسالة من خلال النظر إليها من اتجاه آخر غير الذي ذكرناه سابقا. خذها مثلا من ناحية التنافس على انتخابات، إن هذه الفئة أو هذه المجموعة أو هذا الشخص الذي هو في تنافس انتخابات فعل الشيء الفلاني اليوم، ونأتي في المرة التالية عمل مؤتمر مثلا، في المرة الثالثة زار الجهة الفلانية، في المرة الرابعة أدلى بحوار في الجهة الفلانية، أدلى بتصريح لمثلا وسائل إعلام عالمية، وهكذا. ها؟ نعم تقدمه مثلا في الاستطلاعات الرأي، تقدمه في المستويات بيأخذ، وهكذا. كل ما احنا عمالين نكرر ايه بقى؟ عمالين نكرر عن الحدث نفسه الأساسي، وهو حدث أن في هناك انتخابات والمتنافسون في هذه الانتخابات. لكننا نظرنا إليه من ناحية مثلا تصريحات، من ناحية مثلا أحداث معينة، من ناحية كذا كذا كذا. هنا كل هذا المجموع في النهاية أضاف قيمة للأخبار، ازداد بسببها وعي الجمهور وإدراكه. مثلا أنا نحن حتى ولو أردنا أن نشوه شخصا ما في انتخابات، وإن كان نراها بحق، يعني أصل أنت قدامك حاجة من ثلاثة ما فيش غيرهم، أنت كإعلامي لك سبيل من الثلاثة. سبيل الأول أن تؤيد هذا الشيء. طيب كيف تدعم هذا؟ من خلال تأييدك له، ومن خلال عدم المخالفة للنظام الإعلام من ناحية الحيادية والموضوعية، أن تأتي بكل ما من شأنه يدعم هذا الموضوع. خد بالك أنا لم أطالبك بأن تأتي بشيء مخالف للحقيقة، أنت تتكلم عن الحقيقة لكنك تبرزها باعتبارها شيئا مهما وتعطيها حقها كما ينبغي، أو أن تكون محايدا. هذا الاتجاه الذي دائما نطالب الناس به بشكل أساسي، تكون محايدا أو تكون مناوئا، وهذه أيضا قد يكون فيها إشكالية محاولة التشويه بدون سبب. لكن هب أنك مثلا يعني مناوئ للحكومة وتراها فاشلة، فستأتي بكل ما هو حقيقي من سوء تقديرهم، من سوء أفعالهم، وتبرزه وتوضحه.
إذن أنت تأخذ هذا الإيش السبيل من الثلاثة سبل، إما أن تكون مؤيدا فستأتي بما هو يدعم هذا أو تكون محايدا فهذا أفضل الأحوال لك، وفي هنا أنت ستكون في توطيتك محايدا، لا أنت مع بشكل واضح ولا أنت ضد بشكل واضح، بل الإنصاف يقتضي عليك أنك تشجع الميزات وتنتقد السلبيات، وهنا هذا هو الدور الحقيقي للإعلام. لكن قد يأخذ الشخص السبيل الآخر في القضايا الأساسية التي هي لا يختلف عليها اثنان، كمثال مثلا مؤخرا برزت أشياء متعلقة مثلا بممارسات يدعي البعض أنها علمية بينما هي ليست حقيقة علمية ولا شيء، الأشياء المتعلقة مثلا باليوجا وبالطاقة، الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية والشطرات والشفرات وأشياء مشابهة، ادعى البعض أنها علم وادعى البعض أنها فيها إفادة، وحاول أحيانا البعض أن يربطها مثلا بالإسلام وبالدين. طيب هل هذه حقيقة؟ الأصل لما ترجع إلى الأصول العلمية والتجربة والاختبار والتوجيهات حتى الشرعية تجد أن هذا كله أشياء غير علمية، ليس فيها علم صحيح. طيب هذا الآن أمامي أنا كأخبار، عندما يأتي شخص مثلا بمحاضرة حول هذا الموضوع، هل أنا أتناولها بطريقة المحايدة؟ لن يكون فيها يعني بث للوعي الحقيقي للناس، بل يجب علي بشكل أو بآخر، طبعا أنا أمامي مندوحة في المقالات وفي الحوارات وفي التقارير وفي التحقيقات أن يعني أكر بالنقد على هذا الموضوع، ولا ينتقدني أحد أنني فعلت هذا. النقطة الأخيرة أو الوحيدة الأساسية التي هي تحتاج إلى حنكة كبيرة جدا، كيف يمكن أن أدعم أن هذا اتجاه سلبي من خلال صياغة الخبر نفسه وبحيث لا أتجاوز الحقيقة ولا أفتري عليه شيئا، لا أفتري عليه أي شيء. برضو بنفس الطريقة اللي أنا ذكرتها من شوية، تقول مثلا للمرة الثانية يحدث كذا، أو المرة الثالثة، أو الوعد الثالث من فلان مثلا، نفس الشيء نقول ربما مثلا أن فلان الفلاني يعطي محاضرته الرابعة في وقت مثلا في خلال شهر واحد لتأكيد معنى كذا مثلا. إذن أنا أخذت من الأخبار من رصدي للحدث أن فلان ده بيكرر ليه علينا كده، هو ليه موجود على طول كده يعني، إلى حد ما أوحيت إلى المتابع أن هذا الموضوع فيه شيء لافت للنظر، أن هذا بيتكرر كثيرا في المكان الفلاني ولأول مرة من خلال شهر، لكن في وقت واحد تكرر 4 مرات ويستهدف مثلا الشباب الذين بين عام كذا وكذا أو أي شيء من ده، كل ده أقدر أصيغه أنا في الأخبار بشكل يفهم منه انتقادي لهذا الموضوع. إذن بنفس الطريقة أنا يمكن أن أكون جذابا إن أحسنت اختيار الموضوع وطريقة تناوله بحسب ما في هذا الموضوع من سبل، إما لدعمه وإما لنقده أو بالحياد معه. إذن التكرار، نظرية التكرار من الأشياء التي تجعل الجمهور منجذبا للموضوع إذا كان الموضوع يستحق أن يكرر. نقطة مهمة، لو كررت دون سبب أنت مباشرة تصل إلى درجة الإملال، والإملال هو أشد أعداء نظرية التكرار، أن يحدث شيء من الملل، لأن أنت كل شوية تكلمني في هذا الموضوع مللت منك، فبهذه الطريقة أنت فشلت في استخدام هذه النظرية، هو مثل الملح على طعام، لا يعني إيه، لا هو يفقد ولا هو يزاد، لابد من ضبطه بشكل محترف حتى يؤدي دوره كما ينبغي.
الخلاصة كلما كانت هناك حاجة للتكرار أو بصورة أو بأخرى يعني نقلب هذا الموضوع هنا، أكيد سيكون هذا من عوامل نجاح التكرار. طيب أيضا استخدام الصور والمعينات البصرية سيكون أيضا من الأشياء الجذابة في الأخبار. احنا قلنا احنا مشكلتنا في الخبر ان انا مش قادر احط معاه رأيي. طيب امال ازاي خلي الناس تنجذب اليه؟ هات اشياء اخرى معاه حتى تجعل الناس منجذبة. ومن ضمن ذلك مثلا اذا احتاج الموضوع الى ان نضع له بونت فونت عريض او الوان اكثر من لون او اكثر من عنوان جانبي، كل ده من عوامل الجذب. نأتي بصور اشخاص اساسيين مهمين في هذا الخبر، نأتي بأي شكل، برسم حتى بياني، بصورة إيش المكان الذي تم فيه الحدث، أو بصورة يعني تخيلية لبعض الأحداث، أو حتى بالخريطة الموجود فيها الحدث. كل ما جئت مع الخبر بشيء من هذه العوامل هي أيضا من فكرة الانتباه والجذب في الموضوع. وطبعا نعرف كما يقال أن رب صورة يعني أفضت عن 1000 كلمة، يعني أغنت عن 1000 كلمة. طيب أيضا كلما كان الخبر غير عادي وغير متوقع، غير متوقع مثلا في المنافسات أن شخص في ذيل القائمة يصبح هو في بداية القائمة، هذا غير متوقع، شيء غير عادي حدث، أن شخص ما مثلا ليس معروفا أنه بطل رياضي فدخل في منافسة وفاز، كل هذا يجعل الجمهور ينتبه أكثر ويتذكره أيضا بصورة أفضل. خد بالك أن فكرة التذكر من أهم العناصر الإعلامية التي يجب على صاحب رسالة الإعلام أن يسعى لها، أن أنت تجعل الناس تتذكر الحدث، تتذكر التصريح، تتذكر مآلات هذا الحدث وهكذا. ايضا يكون الخبر جذابا ان وضعت انت في صورة في مكان بارز، يكون في مكان بارز. فهنا ايضا مثلا اخبار الصفحة الاولى الناس تهتم بها اكثر من الصفحات الداخلية. نفس الشيء بالنسبة للاعلام الالكتروني، انت لديك ما يسمى بالسلايدر الاساسي للموقع او للموقع الاخباري او للجريدة الخبرية الالكترونية، فطبيعي انه يحدث أن تقدم فيها أهم الأخبار، وعندما يطالع الإنسان الموقع سيجدها أمامه يعني تلفت النظر. فهنا أيضا يكون هذا من عوامل الجذب، أن تضع لهذا الخبر تضع في موضعه الصحيح. أيضا سلاح ذو حدين، لما تضع الخبر التافه غير المناسب في مكانه الأكبر تخيل أن هذا سيأتي بالسخرية من الجريدة. أحيانا الناس تقول له كيف هذا الخبر التافه وجعلوه الخبر الأول في الجريدة، الخبر في صدر الجريدة، ها وهكذا يعني. طبعا احنا عارفين أن الجريدة لها صدرها وهي في البداية، ولكن كما يقال هناك أذنان، أحيانا نضع مجرد سطرين أو ثلاثة بجوار اسم الجريدة نفسها، يكون له من الأهمية بمكان لكنه مختصر جدا نضعه في الأذنين. فهذا أيضا بالنسبة للصفحات الجريدة له أهمية. برضو الشخصية التي تصوغ الخبر، هذا من الأشياء المهمة. أحيان كثير هناك مشاهير من المحررين، فعندما أنا أجد أن هذا الخبر صاغه المحرر الفلاني فتلقائيا انجذب الى متابعه هذا، لاني اعرف انه محترف، اعرف انه اسلوبه جيد، اعرف ان اختياراته قويه وهكذا. برضو اصحاب الصفات الشخصيه وخاصه اذا كانوا داخل الخبر او هم الذين صاغوا الخبر، يعني خبر متعلق بشخصيه مشهوره محبوبه معروفه ايا كان، هذا سيكون بذاته جذابا من حسن الاختيار. اذا تبحث لنفس الخبر عن شخص ما علق عليه، هذا يعتبر لوحده خبر او خبر مزدوج، ان هذا الشيء الفلاني هذا الشيء حدث وان فلان المشهور علق عليه يصبح خبرا، مفهوم؟ وهكذا. اذا ينتبه الجمهور لاخبار الصفحه الاولى اكثر من الصفحات الداخليه، بحيث
يؤثر موقع الخبر على فكرة الانتباه إليه وتذكره. قلنا أن التذكر هدف أساسي في قضايا الإعلام عموما. إذن ممكن نتوقف 5 دقائق بالضبط، نعود مرة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكر الله لكم.